تهدي المولى تهدي بك ما بين بعيد وقريب بالقرآن حياتي تسمو أدبني فأحسن تأديبي آيات بالبشرى تتلى وعلى طهر الروح تجلى أزرعها بالأسس المثلى أرض مقسومي ونصيبي أكرمني ربي وهداني يوم أتى بالخير بياني. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبعد، عندما تقرؤون في قصة بني إسرائيل تلحظون أن بني إسرائيل قد عملوا عجلا عبدوه من دون الله تعالى عند غياب موسى عنهم، فانظروا ماذا عاقبهم الله عز وجل. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ذلك العجل المعظم في نفوسهم أراد الله تأديبهم بمثله، فيقول لهم هذا العجل الذي كان صنما سواء كان من ذهب أو من غيره، انظروا للطبيعي الذي يرفع صوته ويخرج صوتا تذبحونه أنتم بأنفسكم، لأنه لا يمكن أن يكون إلها لا الحي ولا الجماد. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. اليوم في علم التربية يقولون هناك علاج يسمى العلاج بالمثل، أي أنك تعالج من نفس المرض الذي يصاب به الإنسان. أنا سأذكر لكم أمثلة عالمية ثم سأدخل معكم في واقعنا اليومي. عندما تسمعون هذا المثال، ألكسندر فيلمينغ، هذا الرجل ماذا فعل؟ هذا اخترع البنسلين. لكن كيف كان اختراع البنسلين؟ جاء إلى تلك الميكروبات الموجودة في ذلك المكان ثم أخذها ثم صنع منها بنسلينا، وأصبحت هي علاج لتلك الأمراض التي تسببها تلك الميكروبات. بل اليوم يعالجون بسم الثعبان لدغة الثعبان، بل أصدق من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقط الذباب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس. لماذا يا رسول الله؟ قال: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر ماذا؟ دواء. ولذلك قال: وداوني بالتي كانت هي الداء. هذه القضية أيها الأحبة نحتاج أن نطبقها في حياتنا اليومية. وسأذكر لكم قصة ظريفة بهذه المناسبة. سفيان الثوري رحمه الله مرة دخل إلى بيتي فقدمت له الجارية قدمت له صحن من الموز، فماذا فعل؟ أكله، قضى عليه. ثم ماذا قال؟ قال عبارة عجيبة، قال: إن الدابة إذا أكلتها فكدها. إذا أعطيت الدابة أكل كثير وحشيش وبرسيم ونحو ذلك فكدها، اجعلها تعمل حتى تخرج هذه الطاقة الموجودة عندها. ماذا فعل سفيان الثوري بعد أن انتهى من ذلك الصحن الكبير المليء بالموز؟ وبعد أن انتهى من قال: لأقومن هذه الليلة شكرا لنعمة الله عز وجل علي. وقام تلك الليلة حتى أصبح. نحن نحتاج هذا في بيوتنا. فمثلا في الأشياء اليومية تجد أحد أبنائك عنده مشكلة في قضية الإملاء، فماذا تفعل؟ اجعله يكتب يكرر حتى تتحسن، لأن الألف رقم واحد غير الألف رقم 50 غير الألف رقم 100 بلا شك. هذه معالجة بماذا؟ معالجة من نفس الداء الذي عنده ضعف الكتابة، فتعالجه بالكتابة. أحد الإخوة عمل أسلوبا ظريفا ولطيفا. نحن في بيوتنا الآباء ثلاثة أقسام، في أب شرطي مهمته متابعة الأخطاء عند الأبناء، وفي أب حاكم قاضي يأتي إليه الأبناء: بابا فلان ضربني وفلان فعل كذا وفلان فعل، فيبدأ هو بالمحاكمات اليومية. وأب ثالث مربي، هذا الإنسان هذا المربي فعل هذه القصة، انظروا ماذا فعل. كل الأبناء كانوا بمجرد ما يدخل الأب: بابا فلان ضربني فلان فعل كذا فلان قطع أوراقي فلان صنع كذا. فقال لهم: لا بأس، كل واحد منكم يأخذ ورقة ويكتب المشكلة التي حصلت بينه وبين أخيه. يقول بعد فترة من الزمن ما الذي حصل؟ أصبح أولادي قويين جدا في التعبير والكتابة. فعالجهم بطريقة جميلة وعجيبة، بدل ما يتحدثون ها
والواحد يجلس يرغي على أبوه نقول له لا، اكتب هذه الأشياء ثم تستفيد. انظر أنت أدبتهم لكن بطريقة أخرى. أول شيء فرغوا ما بداخلهم من غضب في الورق. والأمر الثاني، الأمر الثاني أنهم كتبوا وتعلموا واستفادوا أيضا فائدة كبيرة في دراستهم. هذا الأب المربي ليت نفكر بهذه الطريقة الإبداعية في تربيتنا لأولادنا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. ما بين بعيد وقريب بالقرآن حياتي تسمو، أدبني فأحسن تأديبي، آيات للبشرى تتلى وعلى طهر الروح تجلى، أزرعها بالأسس المثلى، أرضى مقسومي ونصيبي، أكرمني ربي وهداني يوم أتى بالخير بياني، من حولي تزدان جناني ورسول الأخلاق حبيبي.